السلام عليكم ورحمة الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مساء الخير على كل متابعينا، ومساء الخير على كل الأمارات الموجودين معايا النهاردة. برحب بكم في فيديو جديد وفيديو مميز من فيديوهات الأدوات والأجهزة المنزلية الحديثة والجميلة جدا والرائعة اللي كلنا بنحتاجها في المنزل ولا يمكن الاستغناء عنها. أدوات ومنظمات وحيل وأفكار جميلة جدا هنشوفها النهاردة مع بعض، ومن خلال الأدوات دي هنقدر نستغل المساحات الضيقة والصغيرة اللي موجودة عندنا في المنزل، كمان هنقدر ننجز شغل البيت بكل سهولة. خليكم معانا لآخر الفيديو وهنشوف مجموعة جميلة جدا ورائعة من الأدوات والمنظمات والحيل والأفكار اللي دايما متعودين عليها في فيديوهاتنا على القناة. كمان ان شاء الله من خلال الفيديو هقول لكم على الاماكن والطرق اللي نقدر من خلالها نشتري كل المنتجات والادوات دي وادوات تانية كتير. قبل ما نبدا شرحنا للمنتجات والادوات اللي موجوده معانا النهارده، ما تنسوش تصلوا على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. وكمان لو انتوا اول مره بتشوفوا القناه، ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا زر التنبيهات علشان يوصلكم كل جديد. ولو الفيديو عجبكم ضروري جدا جدا اللايك علشان يوصل لعدد اكبر من المشاهدين. هنشوف مع بعض المبشرة الجميلة والرائعة اللي احنا كلنا بنحتاجها في المنزل لبشر الخضروات وتقطيع الخضروات وبشر البصل، جميلة جدا وعملية وكلنا بنحتاجها في المنزل. كمان هنشوف مع بعض المصفاة الجميلة جدا والعملية اللي بتتحط فوق الحوض او المجلة، جميلة زي ما احنا شايفين وبتاخد معانا ادوات كتير. كمان هنشوف مع بعض المنظم الجميل والعملي او اغطية الاطباق، زي ما احنا شايفين كده منظم جميل وعملي وبيحافظ لي على الاطعمة، كمان اقدر استخدمه استخدامات كتيرة. كمان هنشوف مع بعض الحامل الجميل والعملي الخاص باغطية الاواني وقطعة الخضروات وبعض ادوات الاكل، زي ما احنا شايفين كده حامل جميل جدا وعملي كلنا بنحتاجه في المنزل. هنشوف كمان مع بعض علب التلاجة الجميلة والمميزة اللي احنا شايفينها المربعة، اللي بتاخد معايا خضروات وفاكهة كتير جدا هقدر احافظ عليها في التلاجة، وكمان عندي موفرة للمساحة. كمان هنشوف مع بعض المنظم الجميل والعملي الدوار، اللي بياخد معايا ادوات كتيرة جدا من ادوات الطبخ زي البقوليات والمكرونات وادوات تانية كتير. هنشوف كمان مع بعض علب التلاجة الصغيرة الجميلة اللي نقدر نحطها في الأرفف ونحط فيها أدوات كتيرة من أدوات الأكل زي الخضروات المقطعة وكمان أدوات تانية كتير. كمان هنشوف مع بعض المنظم الجميل والعملي الخاص بالخضروات المقطعة، زي ما احنا شايفين كده منظم جميل وعملي وبياخد معايا انواع كتيرة من الخضروات المقطعة علشان يسهل عليا اثناء عمل الاكل. كمان هنشوف مع بعض طقم الاكليريك الجميل جدا والرائع اللي احنا شايفينه الخاص بحفظ البقوليات والمكرونات وادوات تانية كتير، زي ما احنا شايفين كده مع بعض جميل جدا وعملي وكلنا بنحتاجه في المنزل. زي ما احنا شايفين مع بعض قد ايه مفيد وعملي جدا، وبياخد معايا ادوات كتير، كمان بيحافظ لي على الادوات دي لاطول فترة ممكنة. هنشوف كمان مع بعض علب التلاجة الجميلة والعملية الموفرة عندي للمساحة في الفريزر او في التلاجة، بتاخد معايا انواع كتيرة جدا من الاطعمة والاكلات واللحوم، زي ما احنا شايفين كده مع بعض جميلة جدا وعملية. هنشوف مع بعض المصفاة المزدوجة، منها مصفاة وكمان طبق لغسل الخضروات وتقطيع الخضروات، زي ما احنا شايفين كده منظم جميل وعملي وكلنا بنحتاجه في المنزل. هنشوف كمان مع بعض المنظم الجميل والعملي الخاص بعمل مكعبات التلج، منظم جميل وعملي من الاكليريك وكمان الجزء الداخلي من السيليكون علشان سهولة الاستخدام واقدر اطلع التلج منه بكل سهولة، زي ما احنا شايفين كده مع بعض. هنشوف كمان مع بعض المنظم الجميل والعملي اللي عبارة عن دورين، بياخد معايا حبات بيض كتيرة جدا وبيحافظ لي عليها في التلاجة. كمان هنشوف مع بعض المنظم الجميل والعملي الخاص بكوبايات المية او كوبايات الادوات الساخنة، زي ما احنا شايفين كده منظم جميل وعملي وكلنا بنحتاجه في المنزل.
نشوف مع بعض الأداء الجميلة جدا والعملية الخاصة بفرم وبشر وتقطيع الخضروات زي ما احنا شايفين كده مع بعض. أداة جميلة جدا وعملية وكلنا بنحتاجها عندنا في المطبخ، كمان مزودة بفرشة نقدر نغسل بيها أدوات كتيرة جدا من أدوات المطبخ زي ما احنا شايفين كده مع بعض. هنشوف كمان مع بعض المنظم الجميل والعملي اللي بياخد معايا ادوات كتيرة جدا من ادوات الطبخ، كمان مزود بجزء خاص للتوابل. هنشوف كمان مع بعض المنظمات الجميلة جدا والعملية اللي احنا شايفينها مع بعض، هنقدر نحط فيها الزيوت والخل والصويا صوص وادوات تانية كتير زي ما احنا شايفين كده، نقدر نحطها على الجدار بكل سهولة. كمان هنشوف مع بعض الطعم الجميل والعملي الخاص بالتوابل، نقدر نحط فيه الملح والتوابل وناخد منها الكميات المناسبة اللي احنا محتاجينها. هنشوف كمان مع بعض المنظمات او الباسكتات الصغيرة الجميلة اللي احنا شايفينها بتاخد معايا ادوات كتيرة جدا سواء عندي في المطبخ او في الحمام او في الغرف. هنشوف كمان مع بعض المصفاة الجميلة والعملية الخاصة ببواقي الأطعمة، هنقدر نصفي فيها بواقي الأطعمة ونشيلها ونحطها بكل سهولة. هنشوف كمان مع بعض المنظمات الجميلة جدا والعملية اللي احنا شايفينها مع بعض بتاخد معايا ادوات كتيرة جدا من ادوات الحمام او ادوات المطبخ، كمان بتاخد معايا الشكل المستطيل او الشكل الزوايا علشان نقدر نحطها في الاماكن الضيقة. نشوف كمان مع بعض الفواطة الجميلة جدا والعملية اللي شكلها شيك خالص علشان تنظم عندي الفوط في الحمام زي ما احنا شايفين كده، نقدر نعلقها على السيراميك بكل سهولة. هنشوف كمان مع بعض المنظم الجميل والعملي الخاص بمكنة الحلاقة او الاستشوار، منظم جميل وعملي وكمان اقدر احط فيه ادوات تانية زي ما احنا شايفين مع بعض، كمان هنعلقه على الجدار او على السيراميك بكل سهولة. هنشوف كمان مع بعض المنظمات الجميلة اللي نقدر نستخدمها كشماعة لادوات كتيرة جدا من ادوات الحمام. كمان هنشوف مع بعض علبة المناديل الجميلة جدا والعملية اللي نقدر نحط فيها الرول او علبة المناديل، كمان ليها درج صغير كده نقدر نحط فيه بعض الادوات. كمان هنشوف مع بعض المنظم الجميل والعملي واللي نقدر نحطه فوق التواليت، منظم جميل جدا وعملي موفر للمساحة وبياخد معايا ادوات كتيرة جدا من ادوات الحمام زي الشامبو الشاور والمساحيق وادوات تانية كتير من اللي بنستخدمها في الحمام، منظم جميل جدا وعملي وموفر جدا للمساحة. هنشوف كمان مع بعض الجزامة الصغيرة الجميلة جدا والعملية اللي نقدر نحطها جنب باب الشقة كده ونحط عليها الأحذية اللي احنا بنخرج بيها بشكل مستمر. كمان هنشوف مع بعض الشماعات الجميلة جدا والعملية الموفرة للمساحة زي ما احنا شايفين مع بعض، بتاخد معانا أدوات كتير جدا سواء أدواتنا الصغيرة أو الاسكارفات أو الطرح أو أدوات تانية كتير. كمان هنشوف مع بعض المنشر الصغير اللي نقدر نحط كده على السيراميك او على الجدار بكل سهولة ونقدر نحط فيه الشرابات الطرح الكرافتات وادوات تانية كتير. كمان هنشوف مع بعض الشماعة الجميلة جدا والعملية اللي بتتعلق عندي على الباب بكل سهولة بدون مسامير او اي حاجة بدون مجهود، نقدر نحطها ونحط عليها ادوات كتيرة جدا من ادواتنا الشخصية. ودلوقتي جه ميعادنا علشان نعرف ازاي نقدر نشتري كل الادوات والمنتجات الموجودة في الفيديو. عندنا 3 طرق للشراء زي ما احنا متعودين. الطريقة الاولى وهي عن طريق محلات الادوات المنزلية اللي موجودة في اماكن كتير جدا حوالينا، ومن الاماكن دي سنتر شاهين او رنين او في بعض المولات هنلاقي كل الادوات اللي احنا بنشوفها مع بعض. اما الطريقة التانية وهي عن طريق صفحات الفيسبوك، صفحات بتبيع اونلاين بتوصل لك الادوات لحد باب البيت، وهتلاقيها منتشرة جدا على الفيسبوك وموجودة بشكل كبير جدا. الطريقة التالتة والاخيرة اللي دايما بنعتمدها في الشراء لان بيبقى فيها كل المنتجات الموجودة في الفيديو وادوات تانية كتير زي ادوات الحديقة زي ادوات المنزل زي ادواتنا الشخصية زي الادوات الكهربائية وادوات تانية كتير، وهي عن طريق المواقع الالكترونية. المواقع الإلكترونية اللي احنا هنتكلم عليها دلوقتي ليها تطبيقات خاصة بيها نقدر من خلالها نشتري كل المنتجات اللي احنا محتاجينها ونحجز المنتج اللي احنا محتاجينه وهيوصل لنا لحد باب البيت. ومن المواقع الإلكترونية اللي احنا بنتكلم عليها والتطبيقات اللي احنا بنتكلم عليها موقع علي اكسبريس وعلي بابا
وجوميا دوت كوم ونون دوت كوم، وفي مواقع تانية كتير ومختلفة. نقدر نختار الموقع اللي يناسبنا ونشتري من عليه المنتجات اللي احنا محتاجينها للمنزل أو لاستخداماتنا الشخصية. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو الخاص بينا النهاردة. بتمنى جدا جدا يكون الفيديو عجبكم، والأدوات اللي موجودة في الفيديو تكون عجبتكم. لو انتوا أول مرة بتشوفوا القناة، ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر التنبيهات علشان يوصلكم كل جديد. ولو الفيديو عجبكم، ضروري جدا جدا ما تنسوش اللايك علشان يوصل لعدد أكبر من المشاهدين. أشوفكم في الفيديو القادم إن شاء الله، وانتوا بخير وصحة وسعادة يا رب دايما. السلام عليكم ورحمة الله.